الكرام، أعزائنا الأفاضل، مرحبا بكم في هذه التغطية المباشرة، حيث نتواجد بملعب بلدية تلال في نقل وقائع المباراة التي سوف تجمع فريق النادي الرياضي البلدي لتلال وممثل مدينة تازة متمثلا في جمعية تازة. إذا قبل خوض ونقل المباشر لهذه المباراة التي تعتبر تاريخية في تاريخ هذا الفريق العتيد، فريق النادي الرياضي البلدي لتلال، والذي يسعى جاهدا من أجل الصعود، وهذا هو الهدف الأساسي لمسطر المكسب، ونتمنى بدورنا أن يكون جل الفاعلين، لا سواء بالتابعين لجماعة تلال ولا حتى للمجالس الأخرى وكذلك العمالة والجهة الجهة، من أجل دعم هذا الفريق الذي أسس من أجل الصعود. معنا الستومي والذي سوف يحدثنا عن الإكراهات وعن الطموحات وكذلك عن مسألة المنح وقضايا أخرى تهم الفريق، إن أردنا لهذا الفريق الذي سوف يكون إن شاء الله إضافة نوعية بالنسبة للفرق التي تمثل الحاضرة الإسماعيلية مكناس رفقة النادي المكناسي وفتح ويسلان، وكذلك إن شاء الله النادي الرياضي البلدي لتلال في عجلة حول المتطلبات ديالكم من أجل إحقاق الهدف المستطر. شكرا سي بلبل، كنشكروا القناة اللي كتستضيفنا اليوم، وهذا كيحس في نفوسنا بزاف باش نهضروا على النادي الرياضي البلدي لتلال، وصعيب باش نهضروا عليه لان كنعيشوا في واحد الحاله اللي هي صعيبه بزاف، لان عندنا المجلس البلدي اللي كينتمي له الفريق بالدرجه الاولى، وكنقولها وكنعاودها وكنسطر عليها بان المجلس البلدي لا يعير اي اهتمام للفريق. بالنسبة للمنحة، أضعف منحة يمكن على وجه الأرض وعلى وجه الكرة الأرضية وعلى وجه الصعيد الوطني المغربي، يمكن أضعف منحة كتشدها هي بلدية تلال. أنا كنعرف الفراقي اللي طلعوا العام اللي فات واللي طلعوا هذا العام وكيشدوا منحة محترمة وكيشدوها في الوقت ديالها. الشيء اللي حنا اليوم كنطلبوا، البارح كندقوا الباب ديال المجلس البلدي وكندقوا وكنقولوا له راه حنا واقفين وراه حنا كنطمحوا باش نطلعوا، راه حنا كنطمحوا في الصعود، حنا بغينا نصعدوا هذا العام، ولكن البلديه ما كتعير لنا حتى شي اهتمام، لدرجه ان المنحه ديال النوادي ما تدرجاتش في الدوره ديال فبراير، وتدارت دوره استثنائيه في مارس 21 مارس وما تدرجاتش هذه النقطة ديال المنحة. فوكاش بغاو يعطيونا هاد الناس المنحة؟ وملي كنهضروا معاهم كيقول لك المجلس البلدي راه حنا عارفينكم وراه حنا كنعيشوا معكم. باش كيعيشوا معنا هاد الناس؟ كيعيشوا معنا بتمارة، كيعرفونا بلا كنتكربسوا وكنحاولوا نرقيو بالرياضة في تلال، وهما كيقولوا لنا راه حنا كنعرفوكم راه حنا كنعيشوا معكم. باش كيعيشوا معنا؟ كيعيشوا معنا بتمارة. احنا وصلنا للناس ديال المجلس البلدي اللي قالوا لنا اودي راه حنا عارفينكم كتعيشوا بالكريدي، وهي كعارفيننا كتعيشوا بالكريدي، ودوزوا المنحه بعدا، دوزوا المنحه، عطوها المنحه للفرقي باش يعيشوا الفرقه باش تطلع، باش غادي تعيش هاد الفرقه. وانا من هذا المنبر كنوه ولاول مره لان كانت عندنا الجهه ديال مكناس تافيلات ما عمرنا استفدنا بسنتيم من الجهه ديال مكناس تافيلات، ونهار سمعت بالله الجهه ديالنا ولات مكناس فاس قلت لهم الحمد لله للجهه ديالنا ولات فاس مكناس. قالوا لي يا ودي علاش؟ قلت لان دوك الناس كيعرفوا القيمه ديال الرياضه، كيعرفوا القيمه ديال الكره، كيعرفوا القيمه ديال الانسان الرياضي، غادي يدرسوا كل فريق فريق، وغادي يشوفوا المنحه اللي كيستحق كل فريق، وهما اللي غسلوا لنا الدموع ديال البلديه اللي دارت لنا. ومن هذا المنبر كناشد السيد العامل ديال المدينه يتدخل
وراء الملعب هنا يتكرفص، وراء الملعب هنا كيدخلوا له الناس بالغيس، وراء الملعب هنا كينقصوا فوق الكرياج، وراء الملعب هنا كيديروا الغيس ديالهم على الكرياج. وكان ناشد السيد العام المرات الثانيه راه الباب ما كاينش عند التيران، الباب ما عندهش، الحيط اللي داير بالسور ما كاين شيء، راه واحد الحاله يرتع لها. الجامعه كنوه بالجامعه، لان اي فريق في المكان ملي كيطلع الهوات كتجيب له واحد الارضيه، كتقوم له واحد الملعب، كتعطيها التيران، كتصاوب لك نحافظوا عليه كذلك، كتصاوب لك العشب الاصطناعي، كتقدر بواحد المليار، وكيجيو الاخوان وكيجيو الناس كيكرفسوه من يجيب الغيس ديالو وينقص فوق الكرياج ويدخل يوميا. راه عيب وعار، هذه البلديه ما عندها حتى شي اهتمام. كنناشدوا السيد رئيس المجلس البلدي كيقول لك ما عنديش موظفين اصلاح، ما عنديش باش نصلح، اعطيتكم واحد 100,000 ديال الدرهم اصلحوا منها، واش حنا غادي نصلحوا؟ واش حنا غادي نصلحوا المسائل ديال البلديه؟ والملك ديال البلديه نصلحوا فرقه، راه عيب وعار، والله لا عيب وعار. والسلام عليكم وشكرا. اذا من طبيعه الحال الاكراهات بالجمله، وكذلك لابد من الاهتمام ورعايه يعني الرياضه بالحضره الاسماعيليه مكناس. وكمثال عشنا لحظات عصيبه بعد السقوط وقبل سقوط يعني فريق النادي المكناسي الى قسم الوطني الاول هوات، وذلك بما تعرض له من يعني قله الصبيب وكذلك التاخر في المنح وقضايا اخرى لن نثيرها الان. نتمنى ان يعقد كذلك لقاء حول الاكراهات والمشاكل التي يعانيها الفرق بالحاضره الاسماعيليه مكناس، وسوف نقف واياكم حول كل ما صدر من الاخ الغيور عن الرياضه بمدينة مكناس وبصفة خاصة بمدينة تلال حول المعاناة، وكذلك حول ما قال حول البوابة، وكذلك نحن نعرف هذا يعني الملعب الذي يأتي إليه أعتى الفرق في القسم الوطني الثاني، وكمثال فتح ويسلان الذي كتب له أن ينتصر ويحقق، حتى كان هو البطل في الدورة الخريفية. وهذا الملعب ليس به على الأقل منصات التي نحتمي بها نحن كإعلاميين، لا مجال للحديث. ونتمنى أن نلتقي كذلك بالسيد رئيس بلدية مكناس الذي فتح صدره و يعني أعطى الموافقة من أجل ملاقاته بعد أن قدم لنا تصريحات، وسوف نبتها على ذات الموقع. إذن في انتظار هل هناك جديد حول هذه القضية، ألقاكم في رعاية الله. إذن لازلنا نواصل من أخذ الارتسامات، المقترحات، المعاناة التي يعاني هذا الفريق، وأنا أشد بحرارة على أيدي الجهات المسؤولة بمدينة مكناس بصفة عامة، ليس على كذلك فقط المجلس البلدي لتلال، لانني تابعت يعني اللاعبين وكذلك الطريقه التي يلعب بها وكذلك المرتبه التي يحققها الان المتواجد فيها. ونعطيكم خبرا انه هناك بعض اللاعبين الذين تريد بعض الفرق لانضمام هذه اللاعبين ورفضوا، حتى يعني انهم يؤدوا خدمات لهذا الفريق، ولا ادل على ان الثقه وضعوها في هذا الفريق، وهذه نعمت من الخبايا التي تصلنا، ورفضوا بشكل قاطع ان يلعبوا في اعتاد الفرق بجهه مكناس السافلات بصفه عامه. اذا لكم الكلمه. وغير للاضافه، وانا هذا الشيء كيحز في نفسي، لان كنعرفوا هذا التيران هذا راه المده ديال الضمانه ديالو عند الجامعه هي سنتين، ومن بعد سنتين كيخصوا لهم تروتين ديال 12 مليون في السنه. وكنجيو للمجلس البلدي، يا عيب وعار صاحبي، عيب وعار، راه عيب وعار، عيب وعار، وكنقولها ونعاودها، باش نلقاو مجلس بلدي كيلقى دوك لي زارتيكل اللي دايرين بالرياضه كدير فيها زيرو درهم. ملي توقف على المجلس البلدي على شي حاجه يقول لك راه حنا عطيناكم المنحه صلحوا منها، راه عيب وعار. كنتمناو السيد العام اللي يتصنت لهذا الشيء ويدخل، راه هذا الشيء راه عيب وعار، باش يكون واحد لي زارتيكل اللي دايرين بالرياضه بزيرو درهم، باش بغيتي تصلح التيران راه عيب وعار.
والسلام عليكم. شكرا لك، أكيد على أن الخبر يصل إلى المعنيين لثقتهم في هذا الموقع كما قلتم. إذن يعني المجال الرياضي سواء بتلال أو غير تلال لابد من مسيرين في المجال المالي. نستضيف السيد المسؤول عن الفريق وهو المسؤول المالي، مرحبا بك، تقدمونا نفسك نفسكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. سنشكروا الإخوان الصحافة على هذه البادرة الطيبة والاهتمام ديالهم بالرياضة وبالكرة القدم خاصة. الاسم سعيد الزلغي، أمين مال فريق النادي الرياضي البلدي لتولال. كما هو معلوم أن الفريق بدأ واحد البداية كانت متعثرة نظرا للإكراهات المالية، خصوصا حنا كمكتب مكتب جديد ديال هذه السنة موسم 2016-2017 دخلنا على ما يسمى مخلفات قروض بلغت 20 سنتيم، وهذا حتى يعتبر إكراه ولا معيق من المعيقات ديال السير العام ديال الفريق. وبالتالي بدينا يعني مجهود ديال الاعضاء ديال المكتب باش وفرنا واحد القدر ديال المال، وانطلقنا ذاك انطلاقه متواضعه. حاولنا في الاول يعني نخرجوا من الدور الاول او مرحله الذهاب باقل الخسائر، وخرجنا في المرتبه التاسعه. الحمد لله استفدنا من ديك الفتره ديال الانتدابات واستقطبنا لاعبين، وسبق لكم الاشاره اليهم، لاعبين في المستوى، ولبوا الدعوه وجاو عزوا الصفوف ديال الفريق. والحمد لله انتم كتشاهدوا عن قرب النتائج اللي تحققها، نتائج ايجابيه من خلال 5 دورات كاينه 11 نقطه، وحنا من بعد المرتبه 15 في الاول ديال سميتو، فحنا تنحتلوا المرتبه الرابعه. اما بالنسبه للمسائل الماليه فهي عبارة عن منح، كانت منحة المجلس البلدي متواضعة متمثلة في 10 ملايين سنتيم، منحة مجلس الجهة متمثلة في 15 مليون سنتيم، منحة الجامعة اللي خدينا منها توصلنا بشطرين، ومازال الشطر الثالث مازال ما توصلنا به. وتتعرفوا نظرا لأن الفريق بين وضع رهنة عينيه مشروع ديال الصعود وتنعملوا ليه، فخصنا بطبيعة الحال نوفروا له الأموال والميزانية الخاصة، وبالتالي الصعود ما غاديش يجي هكذاك مجانا، ضروري من خصنا رواتب ديال اللاعبين، الحوافز، ثم مسائل أخرى مختلفات. وبالتالي الصعود غادي يكلفنا ما يقرب من 100 مليون سنتيم. لحد الان توصلنا ب 60 مليون سنتيم، في حين النفقات وصلت تقريبا 75 مليون سنتيم، بمعنى انها كاينه 15 مليون سنتيم عباره عن مساهمات اعضاء المكتب. واخا، اذا سوف نتابع واياكم بقيه الحوار بعد تسجيل. الان كما تشاهدون مشاهدينا الكرام يدخل الفريقان الى ارضيه الملعب من اجل التباري هنا بالملعب البلدي لتلال. اذا بعد لحظات ونواصل واياكم، ابقوا معنا. اذا الان معكم فريق تلال الذي يستضيف ممثل مدينه تازه. إذن صورة تذكارية لحكام المقابلة وعمدي الفريق. إذن الآن يعطي حكم المقابلة بداية الجولة الأولى، والتي تجمع بين فريق ممثل مدينة مكناس في شخص فريق تلال ضد نظير فريق الجمعية الرياضية لتازة
إذن الكرة الآن في معترك فريق تولال. إذن الكرة في الدفاع لاستمالة اللاعبين. إذن جاء لمؤازرة الفريق. إذن الآن نأخذ الابتسامات والتوقعات من طرف مشجعي فريق تولال. إذن ما هي التوقعات ديالكم في هذه المقابلة؟ التوقعات ديالنا الأستاذ في هذه المقابلة مقابلة قوية، بأن المدرب السابق ديال المحجوب اللي هو دابا تيدرب فريق تاعته تازا كان تيدرب الفريق تاعته. إذن عارف الضعف ديال عارف النقطة الضعف ديال هادو ديال هاد النقص ديال المباراة ديال اليوم، لأن اللعيبه ما عرفوا ما يديروا، فايتين المدرب ديالهم دربهم ما قدروش يديروا حتى شي حاجة. ولكن ما كتنساش على انه كان يعني اثناء فاش كان الحكم السابق المدرب السابق كان يعني في مراتب متاخره، ولكن الان المرتبه الرابعه ربما بفضل العناصر الجديده والمدرب الجديد. كيف تحللون؟ المدرب الجديد عند الفرق اللعيبيه جابوه مزيان دايرين الخدمه ديالهم. ما فهمتش انا الخطه اللي تاخذها دابا الدراري ربما احتياطيه باش ما يكونش هدف الصفقه. ربما نتمنى ان تكون الجوله الثانيه حافله بالاهداف حتى تستمتع الجماهير القليله التي حجت الى الملعب. المدربين غادي يديروا التخطيط ديالهم في الفيستير والخطه ديالهم، ونشوفوا النتيجه ديال دوزيام ميطا كي غادي تكون، وتنقولوا حنا تقدر تخرج واحد الزيرو واحد الزيرو فريق تاع بلديه تولالي بواحد الزيرو غادي يفوز. اذا هناك اراء اخرى. اذا جوج لصالح لصالح. إذن كذلك هناك الأجواء، هنا الأجواء نتمنى ربما قد تكون ممطرة وربما سيجد اللاعبين صعوبة، ولكن إذن أضرب لكم موعد عند بداية الجولة الثانية في أمان الله. نعيش اللحظات الأولى من المقابلة. إذن هذا هجوم من الجهة اليسرى لصالح الفريق ممثل فريق تولال. سفيان سير ارتقاء، هنا كاين خطأ لصالح الفريق الزائر. إذن تدخل هذه المقابلة في إطار القسم الوطني هواة، القسم الوطني الثاني هواة قسم الشمال الشرقي. إذن فريق تولال يحتل المرتبة الرابعة، فيما الفريق ممثل مدينة تازة في ذيل المجموعة من الوراء، حيث الحارس حارس المرمى حارس فريق تولال. إذن بسرعة من الجهة اليسرى يونس يواصل ويقذف خارج المرمى. إذن للإشارة فقط على أن الحكام من عصبة الشمال والمندوب من طبيعة الحال من مدينة مكناس. إذن الكرة من الجهة اليمنى تمس لصالح الفريق تولال أمادو تمس أمادو لنفس الفريق. إذن من طبيعة الحال أن الفريق النادي الرياضي البلدي لتولال له عناصر في المستوى، وهناك إكراهات مادية يعني تعترض السير العادي لهذا الفريق. إذن على الجهات المسؤولة والداعمة لهذا الفريق من أجل دعم والوقوف مع هذا الفريق حتى يصعد الى يعني قسم الوطني الاول هو ان شاء الله، هذا ما سطره الفريق، لكن لن يتاتى هذا بسهوله الا بتضافر الجهود لا الجماعه ولا العمله، ولكذلك الجامعه الملكيه والمستثمرين الذين ينهبون خيرات
المدينة دون يعني الإسهام في دعم الرياضة أو الثقافة. اللهم إلا بعض المستثمرين الذين نجد شعاراتهم في بعض الملتقيات، وهناك من يكون هناك شعاره ولكن يتملصون من الدعم. إذن فريق التلال يعاني الأمرين وفي حاجة إلى دعم، وكذلك هذا الملعب الذي سوف يكون يعني بعد سنتين احتمال سنتين أنه سوف يحتاج إلى صيانة وإلى يعني الحفاظ على هذه المرافق وهذا المكسب الوحيد الذي تعرفه حي تلال، يعني الذي يزخر بمكونات وبطاقات، والشباب أصبح يعطي للكرة مجالها وينخرط في العديد من الجمعيات الثقافية والرياضية. إذن الحاضرة الإسماعيلية مكناس ومع جهة فاس مكناس مطالبة بدعم الفروق المحلية، وخصوصا التي تبرهن على أنها تمثل مدينتها أحسن تمثيل. إن بعض الجماهير التي حجت إلى مدينة مكناس لمناصرة ودعم الفريق. إذن رجال تلال بالتوفيق. سيرا قراوي قراوي خليه خليه علاش عنده ان هنا نقاش مع الحكم. إذن لا داعي لمثل هذه الاحتجاجات، والحد الساعة الحكم يقوم في هذه المقابلة قيادة في المستوى وارتقاء للحارس. هنا خطأ. خطأ لصالح فريق تلال. نبيل الدراري بالقرب من الحكم الذي يشير بضربة خطأ. إذن بعض التوضيحات من مدرب الفريق. حكم يشير على أن هناك خطأ لصالح ممثل مدينة تازة. راح تكون دائرية بطبيعة الحال في اتجاه الحارس، والحارس في المكان المناسب. يعني تألق هذا الحارس، يعني هناك ثلاثة محاولات كانت في يد الحارس. تقطع معها تما متابعة لصيقة وخطأ. خطأ واضح للاعب. شوية يا سعد.
عدنا بسرعة الخطأ ينفذ في الوراء. ها واحد سعود عندنا قرفط شنو قرفط والله العظيم بلا خليل شوف هذا والله إذن هذا ارتقاء الكرة خارج المرمى. تدخل جيد ولكن الحكم يقول هناك خطأ، يعني كانت هناك متابعة لهذا الحارس، حارس ممثل مدينة تلبا. يعني حتى العناصر ممثل مدينة تلبا، هناك عناصر متميزة، يعني من الصعب ان نقول على ان هذا الفريق يوجد في ذيل المجموعة، يعني هناك عناصر متميزة. وارتقاء، وهناك تدخل جيد للحارس، يعني يمكن القول على ان هذا الحارس هو لحد الساعة سيد المقابلة، الذي يعني انقذ مرماه من هدف محقق، يعني كانت ذلك في الجولة الأولى، بالضبط تقريبا في الدقيقة 15 من الجولة الأولى. إذن هناك إذن هذا هجوم ديال الفريق تلال وسط الميدان، لكن هنا فريق تلال يبحث على منفذ من اجل اختراق الدفاع، ولكن ربما لحد الساعه هناك صعوبه في اختراق دفاع فريق ممثل مدينه تازا. اذا هناك عناصر، هناك دفاع الصلد، يعني هناك النديه في هذه المقابله، لكن لحد الساعه والمتابعه، يعني كما قلنا الحارس متألق في هذه الجولة، دائما الكرات تكون في متناول هذا الحارس الشاب أمامكم على الشاشة.
وداك عزيد ديوي ارتاح 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 امام إذن كما تابعنا في التصريحات قبل هذه المقابلة هناك عناصر جديدة يعني انضمت إلى فريق بلدية تلال والتي أعطت دفعة قوية لهذا الفريق الذي يحتل المرتبة الرابعة إلى حدود هذه الدورة يعني من خلال وكذلك هناك مدرب الذي يسهر على هذا الفريق كذلك لكن ننادي وننشد كذلك الجهات المسؤولة من أجل دعم هذا الفريق الذي كما قلنا وضع نصب أعينه الصعود كذلك حتى يكون رفقة الفرق الممثلة لمدينة مكناس وبنفس الفرق التي تمثل مدينة مكناس في القسم الوطني الأول. نتمنى أن تصعد إلى فرق الصفوة في هذا خلال هذا الموسم. إذن هذا يعني بعض التصريحات التي قدمت لنا على أن الفريق النادي المكناسي يسعى جاهدا من أجل الصعود. إذن الحارس التزاوي في المكان المناسب هناك صعوبة من أجل اختراق الدفاع ويعني تسجيل هدف مبكر ونحن الآن نعيش على الدقيقة 30 من الجولة الأولى ودائما المقابلة متعادلة 0-0 بين الفريقين وإنذار أول إنذار لفائدة فريق تازة من أجل ربما تضييع الوقت هذا ربما لن نسبق في الحكم ولكن هناك احتجاج الآن والأول يعني هنا إنذار لصالح وورقة صفراء لحامل رقم 4 ضد الخشونة التي حصلت الآن فارتأى الحكم أن يشهر الورقة الصفراء. إذن تعادل في البطاقات الصفراء بين الفريقين وتعادل 0-0 بين الفريقين في خلال هذه الجولة الأولى. خروج موفق للحارس التزاوي هذا هجوم سريع لفريق تلال من الجهة اليسرى لكن الحكم يقول هناك شرد اللاعب رقم 9 سير الكراوي سير الكراوي يلا روح رياضية يعني اللاعب يخرج اللاعب خارج الملعب إذن مكان عود غياب ولا عود أمدي ايوه خد
روسيا وي والحارس عليه دائما الحارس في المكان المناسب. برافو. اذا نتمنى ان تكون الاصابه طفيفه. اذا رقم 15 ربما يغادر. إذن بعد خروج احد اللاعبين جراء الاصابه حتى الاستبدال لم يتم بعد، يعني بعد مرور دقيقتين على خروج اللاعب المصاب. إذن الان اللاعب يتهيأ في هذه اللحظه، يعني هناك ربما هناك تاخر والفريق يلعب بعشره لاعبين. إذن على فريق تلال ان يستغل يعني هذا النقص العددي خصوصا في هذه الدقائق الثلاث. إذن هل يتأتى له ذلك؟ دابا سوف نتابع. على هناك صعوبة في اختراق الدفاع ويجد الفريق يجد يعني حارس في المستوى. جل القذفات تكون في يد الحارس. إذن استعداد اللاعب رقم 11 لدخول الجولة الثانية. إذن بعض التعليمات تقدم للاعب هنا. إذن قامت طويلة ولياقة بدنية للاعب فريق كازا. وتحركوا معنا الله يرحمه. اللاعب لمؤازرة الفريق بعد خروج اللاعب المصاب في صفوف فريق ممثل مدينة تازة جمعية تازة. يعني عناصر متميزة لها، لكن ربما هناك إكراهات أخرى تجعل هذا الفريق في ذيل هذه المجموعة. الشمال الشرقي إذن الفريق سودان اصبح يصعد الى يعني الى وسط الميدان وكذلك الهجوم من اجل يعني تسجيل الهدف الاول خلال هذه الجوله الاولى. هنا الان هجوم لصالح الفريق التلالي، لكن الكره تخرج خارج المرمى. اذا نلاحظ ان هناك صعوبه يعني اختراق الدفاع. هناك يعني مراقبه لصيقه للاعبي فريق تلال، ويعني سيد المقابله هو حارس مدينه تازه. هذا الحارس له مؤهلات، يعني انقذ مرماه في عده مناسبات. لاحظوا معنا كيف يتحرك وكيف يتابع الكرات. وبسهوله. إذن كما قلنا في تصريحاتنا على أن الفريق مدينة تازة له يعني شاب حارس يعيد في مستقبل ظاهر في حراسة المرمى. قدر نعمروا لهم الساك ويمشيو حاملين من هنايا هما قاعد يلعبوا كرة الزوا. هاي مركم يلا سفيان يلا سفيان. هذا هجوم وسوء الطالع بالنسبة لفريق تلال.
يهدر هدف بعد أن أخلى هذا الحارس الذي كان متألقا أخلى الشباك وصعد لإنقاذ ومؤازرة الدفاع، لكن الحظ مع هذا الحارس. ولكن حذاري حذاري مرة أخرى قد يصطاد الهدف فريق سلال. إذن كنا نعتقد على أنه سوف يكون هدف، لكن تجري الرياح بما لا تشتهي السفن وتظل النتيجة على حالها 0-0 بين الفريقين. الآن في صفوف فريق سلال دخول رقم 18 وخروج رقم 9. إذن ما هي الخطة التي ينوي اتخاذها الآن مدرب الفريق؟ الكرة الآن وسط الميدان في صفوف فريق، والكرة تخرج خارج ضربة مرمى لصالح فريق تزن. يلا وصل خارج المرمى، وهناك انذار الان ربما سوف يوجه لفريق تازا. اذن هناك انذارين، والان انذار في صفوف فريق تازا. إذن المسافة القانونية، إذن الثلاثة هو الذي أخذ الورقة الصفراء. شو ما كاع هذا هجوم لصالح فريق تلال والدفاع، لكن يستعيد الكرة. لا بد من المؤازرة. ضربة تمس لصالح فريق تلال من الجهة اليسرى إلى الوراء، ونعيش الدقائق الأخيرة من الجولة الأولى. دائما 0-0 بين الفريقين. إذن ربما سوف تكون الجولة الثانية حافلة بالأهداف، ويستمتع الجماهير القليلة التي حجت إلى الملعب البلدي لتلال. إذن هناك صعوبة لاختراق الدفاع على المدرب، البحث عن وسيلة وطريقة الإثناء. يعني الحكم عن نهاية المقابلة بالتعادل 0-0 بين الفرق. وكان سيد هذه المقابلة هو حارس تازا الذي تألق بشكل كبير في هذه المقابلة. إذن لن نكون حاضرين في الجولة الثانية، ونتمنى كل التألق للفرق المحلية وعلى بشكل خاص فريق تلال وكذلك فريق مدينة تازا. إذن الجمعية الرياضية لتازا، إذن الطاقم التحكيم الذي أدار هذه المقابلة بجدية، وكان انتهت بمستوى لائق، مستوى الكبير للمقابلات. هناك جمهور قليل إذن الفريقين يدخلون الآن إلى الملعب البلدي لتلال من أجل التبري.
إذن في هذه الأثناء أعلن الحكم عن بداية المقابلة في جولتها الثانية، والجولة الأولى انتهت بالتعادل. إذن في الاستماع. وللإشارة كذلك على أن التصريحات التي تم تسجيلها خلال قبل بداية هذه المقابلة والتي تعطي معاناة فريق تلال الفريق العتيد الذي يقطع المراحل من أجل احراز المراتب الأولى وكذلك الصعود إلى القسم الوطني الأول هواة، يعني أن كان لنا لقاء وكاد أن يكون الهدف لكن سوء الطالع. هناك يعني هدفين كانوا محققين، الأول في الجولة الأولى وهدف الجولة الثانية في الدقيقة الثالثة من بداية هذه الجولة، ودائما صفر مقابل صفر، تألق الحارس التزاوي، وكذلك هناك عناصر متميزة بالنسبة للفريقين. إذن هناك صعوبة من اختراق كل الفريقين يعني خطوط الدفاع، ولكن اللياقة البدنية ربما هي الحافز النهائي والأخير في تحقيق الفوز. هل سينتصر فريق المحلي؟ وهذه هي الآراء التي طبعت جل التصريحات التي قدمت لنا في الجولتين. والآن نعيش الدقيقة الثالثة من الجولة الثانية، دائما صفر مقابل صفر، وكما قلنا على أن الرئيس الجماعة تلال صرح لنا على أن هناك مصاريف، هناك يعني بالنسبة للمكتب له يعني ترتيبات، وقد جلس مع أعضاء المكتب المسير للجمعية الرياضية للمجلس البلدي لتلال من خلال اللقاءات، واتفقنا على أننا سوف نأخذ يعني الملاحظات من أعضاء المكتب على أساس أن نتواصل مع السيد رئيس بلدية تلال. إذن نتمنى لهذا المكتب، مكتب بلدية وجماعة تلال، أن ينصهر بشكل وينخرط بشكل أكبر نظرا للاستحقاقات التي يراهن عليها هذا الفريق من أجل الصعود. ونحن نعلم يعني المصارف التي تتطلبها كل المقابلات سواء المحلية أو خارج مدينة تلال، فعلى المسؤولين إلى الانخراط بشكل كبير من أجل دعم هذا الفريق الشاب الذي استطاع في وقت وجيز أن يحتل المرتبة الرابعة إلى حدود هذه الجولة. إذن الآن كما قلنا الجولة الثانية متعادلة بين الفريقين. هناك خطأ.
ينفذ الخطا. هناك متابعة جيدة للحارس لكن الكرة لم تصل إلى المرمى. إذن حركة تقنية للاعبين ربما سوف يعززان صفوف الفريق خلال هذه الجولة الثانية. هناك ندية يعني كيف أخذ الكرة من رجل اللاعب. إذن هناك ندية بالنسبة لهذه المقابلة وهناك صعوبة من اختراق الدفاع. إذن هل هناك خطة سوف ينهجها المدرب الفريق؟ وللإشارة فقط فإن الفريق الذي يدرب ممثل فريق تازة كان مدربا في السنة الفارطة لفريق تلال وهو على بينة من الطريقة التي يلعب بها الفريق. ربما نقطة الضعف الفريق كانت الآن بيد المدرب الحالي لفريق تازة لكن العناصر التي عززت الفريق التلالي في هذه خلال هذه الانتدابات ربما سوف تعطي كلمتها وتقول كلمتها خلال هذه الجولة الثانية. إذن لا داعي للرد على الجماهير ولكن ينبغي استمتاع الجماهير بلمسات فنية وتدخل الحكم الآن. إذن تنبيه إذن تغيير الآن في صفوف فريق تزاوي. بسرعة الكرة تنفذ. وهناك الحارس في المكان المناسب يخرج الكرة إلى ضربة الزاوية الأولى في هذه الجولة لصالح الفريق جمعية تازة الذي يعني يقف الآن صدا مانعا أمام هجمات فريق تلال. إذن هل هناك تعليمات من أجل اختراق الدفاع والتسجيل الهدف؟ إذن فريق ممثل مدينة مكناس يعني فريق بلدية تلال أضاع خلال الجولة الأولى هدفين محققين وفي بداية الجولة الثانية أضاع هدف محقق والكرة تخرج خارج المرمى. فعلا الكرة خرجت خارج خط التماس. حارس ممتاز، حارس دائما في المكان المناسب.